أولى حلقات المواجهة في ذا فويس كادت أن تعرقل سير البرنامج، خاصة أن المدربين الأربعة كان عليهم الاختيار من أعضاء فرقهم. وهذا ما أنزل دموع إليسا ملكة الإحساس كما يطلق عليها، ومحاولة هروب فاشلة للباور أحلام، لكن تمسك أعضاء الفريق بها أبقاها. للتعليق على هذه الأحداث، أحداث هذه الحلقة، ينضم إلينا هنا في الاستوديو محرر الشؤون الفنية في العربية زميل جميل ظاهر. جميل، صباح الخير. صباح الفل. حلقة دموع و... طيب راح أسألك أنا، بس خلينا نشوف الكليب ونرجع مرة ثانية. يلا، مين كان الأفضل على الحلبة؟ آه يا يما، ممكن أنسحب أنا من ذا فويس؟ ما نرضى نكمل بدونك يا احلام. لا أنا عنك احلام، انا ابدا عنك. ابدا انا برجع اقول لكم اني انا بصراحه ودي انسحب من ذا فويس اليوم. يعني ما بعرف ليه، لا عن جد عم بحكي. جميل، اليوم الظاهر دموع وقوة وانسحابات وأحضان، شبيه شاروخان كان معك اليوم دراما الهندي. اللي صار بالحلقة، ايه هلا بدون شك هني، خاصة أحلام وإليسا لأول مرة بيعيشوا هالتجربة مع حمائي. قصة انك بدك تختار واحد من اثنين انت اصلا منقيهم، يعني هي بحد ذاتها شوي هذه العملية اكيد صعبة ومعقدة، وخاصة اذا انت حاطط ببالك انه عندك واحد اضعف من واحد عندك فرصة تشيله، بيقوم اللي بيكون انت مفكره ضعيف بيتألق. فهون بتصير الامور معقدة اكثر، شفنا هالشيء باكثر من محل بحلقة امبارح. هلا كمان بالحلقة امبارح مرق مثلا في نوعيات صوت، تبقى في ناس بتحبها اكثر من ناس، يعني عرفت كيف؟ في تحليات بصوتهم، في ناس ما بتعجب بتعجب ناس اخرين، هذا الشيء رح نشوفه هلا باول، خلينا نشوف هالكليب لو سمحتوا. ليلي بالحنان يطول، خلي حالي بالهوى مشغول، ابني كلمة للزمان تقول، صدمتين، صدمة انه احنا كنا راح نتكلم عن لا هو اوكي نحكي هذا هون هون كانت مفاجأة ابراهيم تاتلس ارامم، يعني هو كان المفروض هون سلطان يربح لانه هو اللي لانه هو من الاول عمل الحضور وعمل كل شيء، فكان عبود مخبي يبدو سلاحه، مع انه الاغنية منا جوه، يعني منا هو من هذا الجو ابدا، يمكن اشتغل على نفسه اكثر، جمال الاغنية ساعده بس وقدر يأديها بهذا الشكل اللي رجع خلق بلبلي، لكن رجع انقذوه الحكام وخلوه بقلب الحلقه العبد. طيب سبب انفعال الفنانه إليسا وبكائها في ذا فويس؟ هلا الدراما ضروريه احيانا، بس انما هي صادقه، انا يعني مش رح نقول انه كان في تمثيل. طيب بس ايه اكيد في صدق، بس خلني انا اوقف على هذا المقطع. يعني يوسف لما دخل واختياره كان بالاساس موال تركي ومن ثم غنى عربي، فهذا ملعبه المشاهد، هي الاغنيه كل شيء كان معمول انه يوسف كان لازم يربح. ايه؟ بس ربح، هو المهم انه ربح، وبعدين يوسف يبدو انه عم يعمل، شوفوا بشوفوا كاركتير، ما يعني الكاركتير المافياوي المحبب اللي بنشوفه بالسينما، يعني عرفت كيف؟ هو كاركتر، وبالاضافه للاداء، بس كان في مبارزه جدا حتى بالعالي. ايه هلا بس طبعا مثل ما بيصير لما بيخطفوا حدا، المسكين اللي بيخطفوه بيعدوه على اعصابه، لانه اي واحد تاني بياخدوه ممكن يطير، يعني وهذا اللي كان راح يصير مع هالا امبارح. اذا بيفرجونا الكليب رقم واحد بيكون كثير منيح. طيب الكليب رقم واحد ها شيماء وهالا. طيب Thank you.
شوف عصام 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 لا 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 عصام فعلا امبارح وحتى الشاب اللي تنافس معه قال انه هو يستحق الفوز بس عصام هيدا الموال الحلبي وعصام من المغرب أدى بهالطريقة أضاف عليه هاللمسة الأندلسية اللي بغنوها بالمغرب العربي مش معقول مش معقول هذا الإحساس اللي قدمه بهيدي الأغنية بهذا الموال بالتحديد فبعتقد الحلقة فعلا كان فيها مواجهة حقيقية بكل معنى الكلمة برأيك أكثر المشتركين تألقا وأثبتوا نفسهم عصام واحد منهم سلطان واحد منهم اللي غنوا كمان غربي كانوا كمان خلقوا مشكلة على المسرح بعتقد البرنامج فيه أصوات من أجمل الأصوات طيب يلا خلينا نشوف شيماء سريعا سريعا إذا متوفرة عال ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكر شريك وسكت طيب جميل سريعا سريعا هو هون اللي صار قصة أحلام أشارت أنه في حشرجة بصوت اللي ربحت وأخذوا رجعت إليسا نقتها لا 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 بينما هالة رجعت خطفتها إليسا وخلتها معها بينما شيماء أوكي طيب هذا خليني بس اقول انه هذا المسرح غنينا انا وياك هذا فريق حالي. فريق حمائي هون ايه طيب. نقتا اليسا وخليتها مع بالبرنامج شكرا جزيلا لك جميل شكرا لك سريعا سريعا يلا عصر السرعه يا مال الكريم نراكم غدا باذن الله الى اللقاء ضيعت الحلم الوردي وانا اللي